ਮਿਲ ਲਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਆਓ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਫਦਾਤ ਸਾਦਾ الحق في جودة السكن مشاهدي الأوفياء كنرحب بكم في حلقة جديدة من برنامجكم نسولو الناس. لاحظنا في الآونة الأخيرة انتشار السيجارة الإلكترونية كحل بديل للانقطاع عن السيجارة العادية، فخرجنا للشارع المغربي وبغينا نعرفوا واش عندهم فكرة على السيجارة الإلكترونية، واش كيستعملوها، واش عندها أضرار ولا لا. لذلك يلا هم معايا نسولو الناس. السيجاره الالكترونيه يعني هي واحد البديل للسيجاره المعتاد اللي هي مضره بالصحه. اغلب الاوقات الناس يستعملوا السيجاره العاديه، وهي السيجاره الالكترونيه هو بديل، حل بديل، ولكن باقي ما داخلاش بزاف الناس باش يستعملوها، باقي ما كاينش عندها، باقي ما دايرينش ليها لا بيبليسيتي بزاف. كنظن هي واحد الوسيله اللي كتعاون بنادم اللي عنده عزيمه باش يحيد التدخين، هي تقريبا الوسيله الاولى. ما نظنش اش سيجاره يعني اذا غتحيد مشكل، غطيح في مشكل اخر ثاني نفس الادمان. انا نفس الضرر اللي كاين في السيجاره العاديه، ان الاخرى حتى هي عندها نيكوتين وعندها هذا والدخان وهذا، والاخرى راه الضوء تدخل للذات ديالك الضوء، اذا نفس الضرر. كاين اللي تيقول لك تدير الكونسير، كاين اللي تيقول لك تدير السرطان، بزاف د الحوايج اللي تدير. لحد الساعه باقي ما تستعملهاش واحد الشريحه واسعه من الناس باش نعرفوا السلبيات ديالها. خاص تستعملها، استعملوها الناس بزاف عاد غتكتشف. اي حاجه تكون جديده ضروري تبانو غير الايجابيات ديالها، ولكن من بعد غادي تبان ضروري. وهي انتشرت دابا واحد الشكل كبير مؤخرا في المغرب، هذه واحد السنه هذه تقريبا دخلت المغرب، ولكن ماشي ما كاين فيها حتى شي فائده، بحال لا ميم شوز. حنا تا ولي تنشوف ولا لا. كيف ما لاحظتوا معايا مشاهدي الاوفياء، كانت هذه هي اراء الشارع المغربي حول السيجاره الالكترونيه. وبهذا كنوصلوا لنهايه عدد اليوم من سولو الناس، على امل انني نلقاكم في موضوع جديد من سولو الناس على قناتكم شوف تيفي. مع السلامه.